إذا كان الأستاذ قيس وجه تحية باسم الشعوب العربية إلى مصر أم العرب وأم الدنيا، فإن مصر لا تكون مصر إلا بالأشقاء العرب. الآن مع قصب التمثيل، قصب التمثيل هو الاسم الأشهر لنجمنا اليوم الفنان الرائع الذي قدم شخصية الأصبجي في المسلسل الأشهر أم كلثوم، النجم العربي الكبير أحمد راتب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال في وجداني كلمات الزميل الرائع أحمد ماهر التي وصف بها الشيخ العمودي، وأرى مهما بلغت من روعة فإنها إيجاز ومختصر. فإذا أردنا التحدث عن الدكتور العمودي فإنه يلزمنا ليس أمسية واحدة ولا عشر ولا ألف ولا العمر كله. ولذا فإن كلامي لا يجدي، وإذا استطعت أن ينعم علي الله بأداء جيد لكلمات الشاعر العظيم فإنه كالبحر تمطره السماء وما له فضل عليه فإنه من مائه. قصيدة وبعد، 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 فهكذا الدنيا وبعد دروب للهوى والعمر يعدو. هلالي ما الذي تخفي الليالي سوى الذكرى تروح بها وتغدو؟ تلاقينا فرفقا بي فإني أذوب من الغرام ولا أود. فؤادي يكتم الأشواق لكن إذا أشرقت لي فالشوق يبدو. أبث إليك شكوى الحب أطوي وعودا في وصالك لا تعد. وإني حادي الآهات مني فماذا نسمة الأسحار تحدو؟ جروحي همس روحي ما أعاني معاني للأغاني حين أشدو. سقيتك أعذب الألحان أروي أحقا يرتوي بالدمع وردو؟ أخاف من الفراق إذا التقينا متى ما طال بعد القرب بعده. أحبك صورة الآتي حياتي رسمتك قبله تبقي وبعده.